صحة قصة عمر في خطبته بنت علي. الصحة إذا كنت تقصد أنه خطب أم كلثوم فقال له أصحابه رفض علي، عفوا قال علي إنها صغيرة، فقال أصحاب عمر إن عليا رفضك، فكرر عمر الطلب من علي فقال علي إني أرسلها إليك إن أعجبتك فهي زوجتك. فلما ذهبت إليه كشف عن ساقيها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك. هذا الخبر من طريق محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب وأخو أم كلثوم، ولكنه كان صغيرا، كان صغيرا في ذاك الزمن، فأتقن القصة أم لم يتقنها، فبعض العلماء يعله بأنه أنه كان صغيرا لم يدرك القصة، وبعضهم قال لعله أخذها من أهل بيتي لأنها أخت له، فلعلها كانت قصة شهيرة في أهل بيته.